ولأن الاستقرار ركيزة مهمة في تنشيط عمل الحكومة داخليا وخارجيا، أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني حرص الحكومة العراقية على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون وتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر قمة من أجل الديمقراطية الافتراضية بناء على دعوة رسمية من رئيس القمة الأمريكي جو بايدن، وبمشاركة عدد من الزعماء والقادة وممثلي 115 دولة من مختلف أنحاء العالم، مضيفا أن الدستور هو السقف الذي نجتمع تحته ونحتكم إليه لترسيخ أساس العمل الديمقراطي سياسيا واجتماعيا. رئيس الوزراء أشار إلى أن الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديمها للرعاية لجميع العراقيين واستعادة ثقة المواطن لاستكمال صياغة النظام الديمقراطي. لقد وضعت حكومتنا منذ التصويت عليها قبل أشهر أولويات عدة، لعل في مقدمتها قضية ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية. فالحكومة التي جاءت بعد مخاض عسير لم تترك للخلافات السياسية مجالا للتأثير على رعايتها وأبويتها لجميع العراقيين. فالدستور الذي يؤكد على التعددية هو السقف الذي نجتمع تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي في كل الدول التي تتبنى الديمقراطية مفهوما سياسيا واجتماعيا. ولأن المجتمع المدني يمثل مساحة الأهم التي تتعزز فيها قيم الديمقراطية، فإن حكومتنا حريصة على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون، كذلك العمل من أجل توفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام. وهذا قطعا يحتاج إلى أن يثق المواطن بنظامه السياسي، لذلك بادرنا إلى مجموعة إصلاحات إدارية ومبادرات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة التي تكفل للمواطن في العراق عيشا كريما. فإننا نعتقد بأن استعادة ثقة المواطن وحثه من أجل مواصلة دوره في استكمال وصياغة النظام الديمقراطي هي مهمة وطنية تقع في صلب أولوياتنا.